ضمن الفعاليات يلي أقيمت من قبل منظمي مهرجان كلية الفنون والتصميم الثالث في الجامعة الأردنية، تمت إقامة بازار بطابع فني عرضت فيه قطع فنية ولوازم متنوعة ليتمكن الزائر من الاطلاع عليها والشراء منها، وليشكل أيضا فرصة للتلاقي الثقافي والفني في حرم الجامعة الأردنية. هلا فكرة البازار كانت قائمة على أنه طلاب الفنون نفسهم يعني أعمالهم يعني اليدوية اللي هم يعني شغالين فيها يجوا يبيعوها، يعني بحيث أنهم يتشجعوا ويعملوا بحيث أنه يعرضوها على المجتمع. هلا في أشياء بتضل عمل يدوي يعني تعتمد على الموهبة، وأكيد يعني منطبق مثلا نظريات الألوان، يعني الأساس بنضل ناخده من التخصص منطبقه على الأشياء، يعني كل واحد على موهبته، كل واحد بيبحث وين هو مجاله أكثر بيحبه بيطبق الأساس اللي أخده على الشغل اللي بيعمله. يلي بيميز هالبازار إنه معظم ما عرض فيه هو من إبداعات وأعمال طلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، طبقوا من خلاله العديد من الأساسيات والفنون يلي تعلموها من خلال تخصصاتهم المختلفة في الكلية. أنا بشتغل طباعة برينت ميكينج على بلايز، منجيب بلايز وبنشتغل عليها لوجوهات رسومات أشكال، يعني من اختراعاتنا في شغلات موجودة يعني زي هيك أشياء. كل اللي بالبازار يعني من تخصصنا ومن الواقع اللي إحنا منعيشه، عرفت كيف؟ اللي هو تخصص البرينت ميكينج، فهمت كيف؟ برينت ميكينج طبعا تخصص البرينت ميكينج هو متعدد الأشكال، مش بس سلك سكرين وطباعة على البلايز، لا في عنا كمان برينت ميكينج خشب، وفي عنا زنك، وفي عنا أشكال واسعة من البرينت ميكينج. صالح قشطة، رؤيا.